العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المضطهدين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا سادتي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو ان ذلك يحصل يا غريب يا غريب يا غريب يا مظلوم كربلاء. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون جوابا. يدعو 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 يا ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم من صرف دهر النابا. يا هل جئت في دين النبي ببدعة أن جئت في دين النبي ببدعة أو كنت عن أحكامي مرتابا؟ أم لم يوصي بنا النبي وأودع الثقلين فيكم وترة وكتابا؟ فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا. حتى إذا سبت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين سيوفه وغدا لساجدة الضبا محرابا، وقضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيح شرابا. لم يدع عين على العسكر وعين على الصواوين
ونبره على الشاطئ ونبره على المطاعي وسيفه يكثرها ويسول واحد اثنين والأربعة واحد نضمها بالاسنان قحام وخلى الجيش يطلب ملاجي والشمس غابت والعجاج اسدى الدياجي وعرج على طول النور لله يناجي يا ربنا للشرع والناموس قربا دين الهدى لازم اجايد في علاجه والدارك وعدل وكل صورة وجاجة يا ربنا مالي بعد بالعمر حاجة واترك الأمة جاهلية وتعبد أوثا اللي جاه الندى من الله أنا ربك وانا اجي عن الشهادة بالحشور ملزوم اجازي يوم القيامة التقط هبها بأعادك واللي واليكم فوز بحور وجنان الولعنا نقصي صمصوم الاعادي ولا الحجر وسيوفي ويا انباله نادي يتوزع وخرص صحنا للدين فادي يتوسد الغبرة والمهار يمم الصوا ولكنما المرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله العزيز في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لقضاء الحوائج وشفاء المرضى وتعجيل الفرج أطيروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد ارحمنا بمحمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم يا كريم. أسسنا في الليلة الماضية لأحاديثنا في هذه الليالي والليالي القادمة أساسات معينة، منها ننطلق ومنها نحاول أن نستوعب ما نريد أن نصل إليه في هذه الليالي المباركات. هذا الشهر الكريم شهر للصياغة الشخصية ولتنمية الشخصية
وللرقي بالنفس إلى أعلى الدرجات. هذا الشهر هو شهر أراده الله سبحانه وتعالى أن ينطلق الإنسان منه إليه عز وجل. لذلك هيئ ورتب وأوضح منهج وقال: من سار على هذا المنهج وهذه الطريقة فإنه سوف يصل إلي ويكون من عتقائي من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار وطلقائك من الجنة. تزكية النفس، تربية النفس مسألة مهمة وكبرى أيضا في نفس الوقت. كثير للأسف من الناس في هذا الشهر الكريم يركز على الجانب المادي أو الجانب الاجتماعي ويهمل الجانب التزكوي للنفس، ولو أن الأمور الاجتماعية هي أيضا تساعد، ولكن إذا ركز الإنسان على هذا المحور استفاد أكثر. في عملية التربية بالنسبة للنفس وبالنسبة للأولاد، العملية التربوية بشكل عام لها أساسات. هذه الأساسات إذا انضبطت ووفرت كان ذلك جيد. لكن نحن نأتي في مجال التربوي للأبناء، للبنات، للأسرة، ولا شك أن هذه مسؤولية الأب ومسؤولية الأم، مسؤولية من يدير البيت، أي مسؤولية كبيرة، مسؤولية عظيمة، مسؤولية ليست سهلة. البعض عنده في هذا المجال تصورات خاطئة. من هذه التصورات أنه يقول: أنا كأب علي أن أوفر الطعام الطيب والشراب الطيب للأولاد، يعني جنبة مادية، وهذا صحيح، لا أحد يقول أن هذا خطأ. الأب من مسؤوليته أنه يوفر هذا ويبحث عن الطعام الطيب والماء الطيب والشراب الطيب والمسكن الطيب، وهذا شيء جيد، والملبس الطيب، هذا شيء طيب مطلوب. لكن لا يعتني ولا يهتم ولا يدير بالا لقضايا أخرى، هذا هو الخطأ، هذا هو الاشتباه. هذا هنا أكو نقص موجود. فكرة خاطئة أخرى أيضا تسود عند البعض أيضا، يقول لك هذه مجال التربوي، هذه مسؤولية المدرسة، مسؤولية المدرسة علي المسؤولية، أو في ذاك العصر يوديه للكتاب إلى المعلم على حسب تعبيرنا، يقول هو بعد كفل بي، أنا علي أشتغل، أجيب لهم أكل، أجيب لهم شرب، أجيب لهم لباس، وهو من مسؤوليتي أنا. هذا طبعا خطأ، لأن في فرضية لو لم يكن هناك أحد يربيه
يعني الله عز وجل أسقط عنك المسؤولية؟ لا، مسؤولية الأولى أنت لازم تكون فيها. باكر رب العالمين ما بيجي يسأل مدير المدرسة، ولا بيسأل مدرس المدرسة، ولا بيسأل معلم القرآن، بيسألك أنت أيها الأب أيها الأم. وقفوهم إنهم مسؤولون، مو بس عن ولاية علي بن أبي طالب، بل عن الأمور الأخرى التي كان هناك فيها خلل مسؤول عنها الإنسان، هناك فيها سقوط مسؤول عنها الإنسان أيضا. الأب مسؤول، الأم مسؤولة في هذا المجال، لكن طبيعة الإنسان يحاول أنه يبعد نفسه عن هذه الجنبة، عن جنبة المسؤولية، ويفرغ نفسه ما يهتم بها، وهذا اللي مسبب أيضا اعوجاج عند بعض الأفراد، لأن هناك نقص في الجنبة التربوية للأسرة. عندنا أيضا هناك فكرة أخرى خاطئة، هذه الفكرة الخاطئة أيضا هي أن البعض عنده لا توازن، أما عنف مستمر وأما ميوعة مستمرة. يعني تشوف بعض الأفراد عنيف ويا أبناء على طول الخط، على طول الخط حتى بدون علة وسبب. أهم شنو هو على حسب تعبيرنا شوية شعب، هذا طبعا يأثر، هذا يأثر كثير. أو أن تحصل لك بعض الأفراد لا عنده ميوعة إلى آخر المطاف. يذكرون لنا بعض الآباء اللي كانوا زرارية، يقول أول إذا واحد ضرب ولده في زراعة وعلى صوته من الضارب اللي بجنبهم في مزرعة ثانية، هذا ولد حتى لو ما مسوي شيء هم يضربون حتى يصيح. طبعا هذا اسلوب غير شنو صحيح، دم يؤدي الى نتيجة اثبت فشله في الحياة. وايضا في الجانب الثاني، جانب اللي لا ولدي ما مسوي شيء، ولدي ما مسوي شيء، ولدي ما يسوي شيء مطلقا وكانما ولد ملاك، هذا ايضا شنو؟ هذا ايضا خطا، لان ماكو الله سبحانه وتعالى جابه ومصفى نقي لا يخطئ لا يغلط ما يشتبه. لا، ولدي ما يسوي، ليش ما يسوي؟ معصوم هو؟ ليش ما تحتمل ولا 1%؟ لا، ما يحتمل ولا 0.5%. أيضا ولدي ما يسوي شيء، هذا أيضا خطأ، هذا أيضا خطأ. وهذا أيضا يخلي الابن يتجرى على أن يفعل شنو؟ أمور أخرى، لأن المثل عندنا موجود، من أمن العقاب شنو؟ سهل، هذا شيء طبيعي، يعني من أمن العقاب سهل. ما جاء يقول لك تعال شيل له مثل ما ذاك شان المطرقة أو ذاك شان الحديدة، لا، وإنما يكون أيضا حكيما في توجيهه، لا تبر ساحته وتقول ما سوي شيء، لا مسوي فد شيء كبير، ويقول لك لا ما مسوي، ولدي لا أبدا ما يسوي شيء. هاي أفكار سائدة عندنا، وللأسف أنه مجريها إحنا على حياتنا، في أفعالنا، تصرفاتنا موجودة،
عندنا في المجتمع وفي الأسر هكذا حالة موجودة. ابتلاء أصلا ما معقول. ليش ما يعني ما معقول؟ فاطمة الزهراء هي لو مريم العذراء هي هاي أفكار الخاطئة يجب أن نزيحها من عقلنا، يجب أن نبعدها، يجب أن نعطي دور آخر للأفكار الأصح وللأفكار الأسلم والأفكار الأضبط، حتى تكون عملية التزكية وعملية تربوية للأبناء وللبنات. شنو صحيحة؟ إن بكرة أريد ولدي يكون باربي ويحترمني. واحد قبل شهر رمضان صار خلاف عائلي عندهم ودعونا الروح، قال أنا أولادي ما يحترموني. تعال ابحث ليش ما يحترمك ابنك؟ ليش؟ سألتني عن نفسك أنت في لحظة من اللحظات أنه ليش ابني ما يحترمني؟ أو ليش بنتي ما تحترمني وما تقدرني؟ ها؟ أكو خلل يعني موجود، أكو خلل موجود. أسس ثلاثة للتربية. الأساس الأول أنه الإنسان يجب أن يبحث عن عناصر الثبات في المبادئ والقيم لعملية تربوية. بمعنى أنه مو وقت الظروف ومتغيراتها يكون هناك جد ويكون هناك توجيه ويكون هناك يعني على حسب الظروف. لا، مو على حسب الظروف. أكو مبادئ عندنا في الإسلام، أكو أسس عندنا في الإسلام. تعال ابني هاي العملية التربوية على وفقها حتى تنجح. ومن البداية، من البداية بعد راح عن بالي من الأخطاء اللي موجودة أجيبها حتى نكون في الصورة أوضح، ولو أنه احنا طلعنا إلى أسس التربية، لكن أرجع مقدار لحظة واحدة أرجع إلى أنه هناك بعض الأفراد موجود عندهم أيضا خلل في الجنبة التربوية، هي أن هذه الجنبة التربوية أنه يقول لك هذا الولد الصغير زين الآن ما يشعر، ما يفهم، ما يحس، ما كذا زين، ويسوي الأب هو يسوي تصرفات يتصور أن ابنه ما ياخذ بيها أو ما يفهم ليها أو ما يعرفها. هو بالعكس، بالعكس ترى الأولاد حتى هو من عمر صغير أبو سنة وسنتين وسنة ونص لا تقول ما يعرف، يعرف بنسبة معينة، يعرف بقدر معين، لكنه المفهوم يعرفه. بعدين على هاي المفهومية البسيطة تتأسس أشياء أخرى، تتأسس أشياء أخرى. وأكو أمثلة كثيرة أنا ما أريد أتطرق لها لأنه شوية ما أحب أجيبها على المنبر، بس الإنسان يعرفها. أنا أتصور كل واحد منكم يعرفها، خصوصا في المجالات الخلوة. تصور أن الأب أن هذا الإبن صغير وبعده في القماط وبعده يرضع وبعض كذا وما يفهم، هذا شيء خطأ. زين نرجع الى الاسس التربويه. اولا احنا قلنا ان يكون الاساس على المبادئ والقيم، اشياء ثابته مو اشياء متغيره، لان اذا ربينا ابنائنا وبناتنا وانفسنا على مبادئ متغيره هذه تتغير حسب الظروف.
والشخصية أيضا بعدين تتغير والمسلكية أيضا تتغير. هذا واحد. الأمر الثاني هو أن يكون الاهتمام بجميع عناصر التربية، مو أغلب جانب على جانب. احنا ذكرنا البارحة أربعة: جانب روحي، جانب عبادي، جانب ثقافي، جانب أخلاقي. هاي كلها لازم في مستوى واحد تمشيها، ما تغلب واحدة على أخرى، لأن فقدان التوازن يؤدي إلى شنو؟ إلى خلل في التوجيه، خلل في التربية، خلل بعدين في التصرفات والأفعال. الشيء الآخر وهو أن يكون أسلوبك أسلوب القرآن: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. تعالوا أسلوب القرآن، مو أسلوب فلان أشوف فلان عامل ولده أنا أسوي مثله، لا لا، إنما أجل القرآن أشوفه. ما نهجنا ما أجل القرآن، ومعظمنا يقرأ القرآن. مع قراءتنا للقرآن وحصولنا على الأجر والثواب والمعنويات الإلهية، أيضا خلينا ناخذ نقتبس من القرآن ونطبقه على أنفسنا. إذا أريد أكلم ابني شلون أكلمه؟ بأي كيفية؟ عيني يطلع منها شرار والعصا مخلينها على جنب ورابط مسكر باب الحجرة والباب، زين وش صاير؟ كأنك انت قابل أسد. لو لا، اسلوب طيب، كلمات حلوة بأريحية، زين حتى تقرب إليك، حتى تقرب إليك، مو تنفرم منك. إذا نفرته طبيعة الحال ما يسمع لك. إذا شاب منك العنف، الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: ولو كنت شنو؟ هذه بس نطبقها على رسول الله ويا المشركين ويا أصحابه، لا، هاي حتى نطبقها على أنفسنا: ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. أنت ما تسمع بعض الناس يقول، يجي يقول يحشي عن أبوه، تراها عن والده يحشي، الله ياخذ روحه، الله كذا الله كذا. ليش؟ لأن هذا واصل على حسب تعبيرنا بعد الحد، ما يريد حتى يشوف أبوه، ولو أنه النظر إلى وجه الأب عبادة في أجر ثواب. هذا من كثر ما ضايج به الدنيا ما يتمنى أبوه يبقى. ليش؟ أكو خلل في الطريقة، أكو خلل في الطريقة موجود. في شهر رمضان الكريم، هذا الشهر الكريم، طبعا السنة شوية يمكن تطلع مني حكايات فيها صراحة، بس انتون صرتون مني وانا منكم، واحكي وياكم على المكشوف، زين ما اريد اجيب كلمات بعيدة ما مفهومة وما محسوسة وما لامسينة، اريد كلمات تفهموها وافهمكم وتعرفوها. ليش؟ لان مقصودنا انه نتعلم. احنا هاي المجالس مقصد مالها، هدف مالها ان نطلع شنو؟ فايدة ونطبقها. شهر رمضان شهر التربية، تربية النفسية، تربية الروحية، تزكية النفس. الآن مقدار خمس دقائق أريد أجي أحكي في مجال أنه إحنا في بيوتنا ويا أولادنا الصغار علينا إحنا نعلمهم بالممارسة. شلون؟ نضرب أمثلة. مثلا ابنك طالع وجاء إلى البيت وانت بالغرفة او بالصالة او على الباب، زين، او في فناء الدار، دخل ما سلم، قل له: ولدي عزيزي نور عيني، اطلع وارجع وسلم. قل له: اطلع مرة ثانية على الباب وتعال وقل سلام عليكم.
حتى لو صغير، حتى لو صغير، هاشو أصغر من هذا أيضا نقول له يمكن مرة يستحي، مرة ثانية يستحي، لكن شنو بيتعود. هذا هو مقصود التربية. يعني شنو التربية؟ تربية هالشكل. ذاك اليوم احنا نجيب رواية، بعض الأحيان نجيب رواية ممكن سمعتوها، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمشي في السوق ومعه الحسن. الآن والله يقول لك هذا إمام معصوم وشلون كذا وغيره، أنا علي من الجنب اللي الرسول فعلها من أجل حاجة، من أجل غاية. فالإمام الحسن أخذ تمرة من إحدى الدكاكين اللي مر عليهم ووضعها في فمه، فجاء رسول الله ووضع يده في فيه وأخرجها منه وقال بني إن الصدق علينا. شنو معروف رسول الله. الإمام الحسن أيضا هو إمام حتى ولو صغير، الحسن والحسين إمامان قاما، لكن أكو بعض الروايات من باب التعريف والتعليم. هذا حتى رسول الله يريد يعلمنا، انت ابنك اذا سوى خطا قل ليه سويت خطا، مو تسكت عنه، مو تطبطب عليه، مو تقول ليه لا ولدي ها ملاك ما يسوي شيء، هذا خطا. فاذا دخل البيت قل ليه هالشيء. الام ايضا، افترض ان الاب ما كان موجود في البيت، الأم تقول لولدها الصغير من البداية، لأن هاي الأعمال تشوف أنت الآن مثلا في بعض المحافل الفاتحة، زين بعض الناس يجيبون أبنائهم وياهم يخلفون على أهل الفقيد يصطحبوا إياه، بعض الآباء يمشي ويا ولده بس هالشكل يعني، لكن بعض الآباء يقول لولده سلم، يقول له سلم على الواقفين. شوف هاي تربية، هذا هو المقصود، هذا هو الصح. قال لي ولدي إذا دخلت على جماعة سلم عليهم، يعلمه، حتى يعلمه شلون يحكي، شلون يتكلم، هاي مسؤولية الآب. أيضا في مجال العبادة يجي يخليه يمه ويوفر إليه أشياء المشجعة، يجيبه يمه وخليه يصلي يمه حتى لو ما يعرف الصلاة بعد صغير، ما واجب عليه، بس عن بابه التربية. أيضا إذا واحد من الأبناء السابب مع واحد آخر من الأبناء أو مع أخته أو الأخت مع أخوها، يحضرهم اثنين هم يقعدهم ويحكوا إياهم أن هذا غلط، أنت قلت غلط، لازم ما تتكلم كلام هابط، ما تتكلم كلام مو صحيح. وإذا تمادى الابن في مسلكية هذه، على الأب أيضا أن يطور العقاب وياه، بس بطريقة فنية، بأسلوب طيب. بس إذا بدل الأب أو الأم مع الأبناء من البداية، من النشأة الصغرى، من البدايات، هذه شيء يعني، حتى لو ما احنا نقول على هذا بعد ما فطن له عقيل، مثلا خلينا نضرب مثال، احنا نجي نفتح المعتم، يجون اولاد، واحد صاعد، واحد نازل، واحد طالع، واحد داخل، وما شوف الا كان قايم الساعة، زين هذا طبعا المفترض انه صاحب المعتم او اللي يجي يفتح المعتم، زين مو يجي بالشدة وبالعنف ويلا طلعوا ولجون وكذا، لا لا، وانما يجي يقعدهم ويحاول انه شنو يوجههم، علمهم، يخلق لهم جو معين، لان العملية التربوية في كل مكان. إذا استطاع الأب، إذا استطاعت الأم في هذا المجال أن يروحون بشكل جدي، بلا شك بكرة أبناء على مستوى يحصلوا، يرفع الرأس، أبناء صالحين. أيضا أكو بعض الآباء في مجال البيت أيضا، زين الأب في الحجرة مثلا، زين وبعض الأبناء يجي يدخل هالشكل، ما يدق الباب، ما يضرب الباب لا على والدته ولا على والده، يجي مره يدفع الباب يدخل، هذا ايضا حركة غير صحيحة.
هاي لازم يصير فيها توجيه وقفة. قل يا والدي زين روح دق الباب وتعال، لأن بعض الأحيان الأب على غير وضعية، الأم على غير وضعية، احنا ما عندنا فكر مثل ذاك تعال علمهم كل شيء. لا، علمهم كل شيء، كل شيء في مرحلته، حتى شنو تكون العملية التربوية ها غير معقدة وغير مباحة، وإنما هي شنو منضبطة ضمن درجاتها ومستوياتها التعليمية والتوجيهية. لذلك أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين كانوا هكذا مع أبنائهم، مع من يكونون معهم، مع حتى جيرانهم. لذلك تشوف النشأة تختلف، التربية تختلف، التوجيه تختلف، يختلف التصرف، يختلف أيضا. وفي كربلاء عندك نماذج عمره 13 سنة لكن فكر رجال، مسلكية أبطال. ليش هذا؟ من وين جاي؟ الله سبحانه وتعالى هالشكل خلقه؟ لا، وإنما هذا المجال التربوي. الحسين سلام الله عليه يقول له كيف تجد الموت؟ قال من أجلك أحلاه. الحسن شنو هذا؟ ليش عمره كم هو كان؟ كان أولاد نصار، لكن كان عملية تربوية. رقية وغير رقية وأطفال الحسين كلهم على هالمستوى. اللي أنت تسمع الرواية إن يجيبون ماي بعد ما قتل الحسين سلام الله عليه، يقدمون لوحده يقول لا أعطي الثاني أكثر عطش مني، يودون للثاني يقول لا أعطي الثالث أكثر عطش مني، ومن نتيجة يوصلوها إلى واحدة من أطفال الحسين هم ما تشرب تروح رأسا وين تركض إلى مصرع أبيها الحسين. ليش هذا؟ هي عملية تربوية كانت موجودة، ولذلك كان التأسيس صحيح والبناء صحيح، لذلك تشوف الأفعال أيضا والتصرفات صحيحة. لكن ساعد الله زينب، تحملت تلك المسؤولية العظمى بعد أن سقط المولى من ظهر جواده صريعا إلى الأرض، وصنع لنفسه وسادة من تراب كربلاء، وضع عليها قده الطاهر، وجرى ما جرى على الحسين وأنات الحسين، ملأت وادي كربلاء وصك أسماع زينب تسمع أنين أخيها الحسين. خرجت من خدرها قصوصين بعد أن مال الرجال على مخيمات النساء والأطفال، وقفت على التل الزينبي صاحت نور عيني حسين، موجة قلبي حسين، كنت حيا فأدركنا، وإن كنت ميتا هنا وأمرك إلى الله، هذه الخيل قد هجمت علينا، لم تسمع صوتا من الحسين، وجهت وجهها إلى ناحية المدينة، نادت يا جده يا رسول الله، هذا حسين بالعراء مسلوب العمامة والرداء،
أنادى السور الحرم يا حسين لا تجذب الونات بلكت يا عزنا يا من الحرم تهدأ الرناء أنا ودي والله ودي أوصل مصرعك وانجدل وياك لكن شبيدي ولا أزمة ديالي يتعماك ولو يقدر السجاد ينهض كان جيناك خدائك وسده وبالدمع بالدمع نغسل الطبراء أبو علي تدري الوحدة بعض أعزاها من رجاجي وانا وحيدة وعايلة ومجبل عليلة وخافي المعلم للصبح يحمي كربلا شيء وبالعاري بالفلا واحنا ضعيفة قالها يا زينب قالها بلا درسية لازم لازم يتركوني وباشر تمر بي بعينه وتنظروني وانتي وخواتي كان رتو توصلوني مجبل عليك الليل جي بالفاطمية كان يمي تقدرين تجيني لابا وتوصلين المشرع يا مجسد عبا طلعوا بظلام الليل يذكركم عن النار ولزم الصبر يا عزيزتي يا زهرة الأمر فا لكن خبرك كان جيتي يا حزينة وين جسمي بالهنا يا هادم وزعين بس يا الوديع لا تجي يمي يسكن غايب قلب يدوب من شوف الجراحة محائرات أطار القوم أعينها اللهم أنا نسألك ونذلك أحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل